في الطواف سمعت داعيا يدعو في طوافه يقول باسمك اللهم أحيا وأموت، اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أمسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يقول هو طوف. نعم قلت لا ما يصلح هذا دعاء للنوم، إذا كنت في سريرك فقل هذا سرير النوم. فقال لي قائل أخ نتكلم، قال لي قائل ثقة صدوق، قال ألا أخبرك بما هو أعظم من ذلك؟ قلت هات. قال سمعت سائلا في الطواف يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآتي منك والغفر. فقال ثالث وهم علماء أشدة، قال ثالث الطواف، قال ثالث ألا أخبركم بما هو أعظم من ذلك؟ قلنا هات. قال سمعت طائفا يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سبحان الله. فعجائب. فأقول ما في شك يريدون الخير لكن ما كل من أراد الخير في قلبه.